لنا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا البلاء، وأن يكشف عنا هذا الذي نجده، وأن ينزل علينا من بركات السماء، وأن يخرج لنا من بركات الأرض، وأن يحفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات، فلا يزال حديثنا موصولا مع ذلك الرجل المؤمن الذي كتم إيمانه، ثم جاء في لحظة فأفصح عن هذا الإيمان الذي كان قد كتمه، لأنه وجد أن رسول الله وعبده ومصطفاه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد دبرت ضده مؤامرة لقتله، فما عاد يستطيع أن يكتم هذا الإيمان، بل جهر بإيمانه ونصح النبي بادئا ذي بدء حينما قال له: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. ثم بعد ذلك نصح قومه بنصائح والله لا تخرج إلا من مشكات النبوة، وكأنه
تعلم جيدا من موسى وفهم عنه وفهمه الله تبارك وتعالى كيف يكون ناصحا أمينا لقومه. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والله تبارك وتعالى يطبع على قلوب المتكبرين. وما هو الكبر؟ الكبر هو بطر الحق وغمط الناس كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. بطر الحق أي رد الحق ورفضه، لا يقبل الحق، ربما لأن الذي يملي عليه الحق ليس في مستواه العلمي، ربما يكون أصغر منه سنا، ربما يكون من عائلة ليست في مستوى عائلته فيرفض الحق، أو ربما يكون هذا الحق لا يوافق هواه. وإننا نجد أن كثيرا من الناس يعبدون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ الآية. بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني تحقيرهم، يرى أنه أقل منه في الشأن أو في النسب أو في الحسب أو في المكانة العلمية إلى آخر هذه الأمور التي هي من أمور الدنيا تأتي وتذهب، يهبها ربنا تبارك وتعالى لمن شاء ويسلبها ربنا تبارك وتعالى عمن شاء أو ممن يشاء. إذن الله تبارك وتعالى لا يحب المتكبرين، لأن الله تبارك وتعالى له الكبرياء المطلق في كونه، وله الكبرياء في السماوات والأرض جل وعلا. والله يبغض المتكبرين، وبغضه جل وعلا للفقير المتكبر أشد. لأننا ممكن نقول إن الغني ربما يكون عنده بعض الأسباب التي تدعوه إلى التكبر وإلى الكبر وإلى التعالي على الناس، أما أن يكون فقيرا ويتكبر فبغض الله تبارك وتعالى لهذا الفقير المتكبر أشد. كما أن الله تبارك وتعالى يبغض البخلاء، وبغضه للغني البخيل أشد. وهو جل وعلا كذلك يبغض العصاة، يبغض العصاة، وبغضه للشيخ العاصي أشد. يعني شيخ كبر سنه ثم بعد ذلك يقبل على عصيان الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا له منزلة عند الله أقل بكثير جدا من هذا الشاب العاصي. نقول لأن الشاب عنده أسباب العصيان، وليس هذا بمبرر للشاب. ولذلك نجد في مقابلة هؤلاء الثلاثة نجد أن الله تبارك وتعالى يحب الطائعين، وحبه للشاب الطائع أشد. لأن الشاب لما يطيع بيقاتل هواه ويقاتل شيطانه ويحارب من أجل أن يكون على طاعة الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يبغض العاصي، ولكن بغضه للعاصي للشيخ العاصي أشد، يعني المسن العاصي أشد. ثم قلنا في مقابل هؤلاء الثلاث، ثلاثة آخرون يحبهم ربنا تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يحب التقي، يحب التائب، وحبه للشاب التقي أشد. لما؟ لأن الشاب حينما يتقي الله تبارك وتعالى ويكون في كنف الله عز وجل لا شك أن عنده من المقومات ما تدعوه للعصيان. فلما يكبح كباح نفسه، جماح نفسه، ويقهر نفسه من أجل الله تبارك وتعالى، من أجل رضوان الله، لا شك أنه يعني نار درجة
عالية عند الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يحب الكريم، الإنسان الكريم الذي ينفق يحبه ربنا تبارك وتعالى، وحبه للفقير الكريم أشد، لأن الغني حينما ينفق ويجود هذا أمر عادي، عنده يعني فضل، زاد عنده فضل مال. أما الفقير حينما يكون محتاجا للمال وينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويحب ربنا تبارك وتعالى أيضا المتواضع، وحبه للغني المتواضع أشد، يعني يملك أسباب الكبر ومع ذلك يتواضع لله تبارك وتعالى ويقهر نفسه حتى لا تتكبر. إذن يطبع ربنا تبارك وتعالى على قلب كل متكبر جبار، يعني هناك أسباب جعلت ربنا جل وعلا يطبع على هذا القلب، سلكها صاحبها فعلم أن هذا القلب ليس فيه خير فطبع عليه فلا يدخله خير ولا يخرج منه الشر، فيغلق على ما هو فيه من كبر وكفر وضلال وفسوق. ثم قال ربنا تبارك وتعالى، نقلنا السياق القرآني بعد ذلك إلى فرعون وإلى استخفافه بالناس، وكذلك نجد أن كل طاغية في كل زمان وفي كل مكان يستخف بالرعية. ففرعون يقول لهامان ابن لي صرحة، يعمل لي صرح كده سلم إلى السماء لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ما دمت تظن أن موسى كاذب فيما يدعي أن له إلها وأنه لا تستحق أنت الربوبية وأنه أنت تدعي أن موسى قد كذب في هذه الدعوة، إذن فما بالك تريد أن يبنى لك صرح لتصعد عليه لتطلع إلى إله موسى. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وما كيد فرعون إلا في تباب. تباب يعني خسران وانقطاع. وكذلك كيد كل طاغية في أي زمان وفي أي مكان، وكذلك كيد المفسدين ومكر المفسدين في أي مكان وفي أي زمان يبور، كما قال تبارك وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وكما قال جل وعلا ومكر أولئك هو يبور، وكما قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكيد من الذي ينفذ؟ كيد الله تبارك وتعالى. وكما قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر من هو الذي سيكون وهو الذي سيعلو؟ هو مكر الله تبارك وتعالى. فلابد أن نطمئن وأن يكون عندنا اليقين بأن من يمكر بهذا البلد بمصر ومن يكيد ضد هذا البلد فإن مكره إن شاء الله تبارك وتعالى في بوار، وإن كيده إن شاء الله تبارك وتعالى في تباب وفي خسران. وما كيد فرعون إلا في تباب. ثم انقلنا السياق القرآني بعد ذلك إلى مزيد من أقوال المؤمن، مؤمن آل فرعون. وكما قلت سابقا إن كلامه لا يخرج من مشكاة نبوة، كأنه كلام رسول. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد. وانظر في كلامه من البلاغة والحكمة والتعريض لفرعون، لأننا وجدنا فرعون في بداية كلامه حينما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا اتهام لموسى بتبديل الدين
واتهام لموسى بإظهار الفساد في الأرض. وقال مرة أخرى بعد ذلك: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الذي أراه أنا هو الصواب وينبغي أن تخضعوا له، والذي أراه أنا هو الرشاد فينبغي أن تكونوا عليه. فأراد الرجل المؤمن أن يردها له، فقال للناس: ويا قوم وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار البوار. ينقلهم نقلة عجيبة إلى أن هذه الحياة ليست هي الغاية وليست هي المستقر، بل هي دار ظعن، ونحن فيها لفترة محدودة لتنفيذ عبوديتنا لله تبارك وتعالى بأمره عز وجل. فما كان كذلك فليس بغاية، وإنما الغاية هي التي لا يكون بعدها مطلب. يعني لو جئنا لطالب نجح في الإعدادية قلنا له: ماذا تريد، أي مرحلة تريد أن تدخل؟ قال: الثانوية العامة. قلنا: ثم بعد؟ قال: أدخل كلية الهندسة أو كلية الطب مثلا. قلنا له: ثم بعد؟ قال: أكون طبيبا مشهورا أو مهندسا كبيرا. ثم بعد؟ يكون لي فيلا وبيت وسيارة وأتزوج وأنجب أولادا. ثم بعد؟ سيقول لك: الموت. هذه غاية؟ إذن كونه سعى في الدنيا وحقق أعلى الدرجات وأعلى الشهادات هذه كلها وسائل. نحن نصلي، الصلاة ليست بغاية. نحن نزكي، نحن نحج، نحن نعتمر، كل هذه ليست غايات، هذه وسائل نريد أن توصلنا أو أن تصل بنا إلى غاية الغايات، أن نفوز برضوان الله تبارك وتعالى. فالمسلم غايته أن يرضى عنه ربه. قد يقول: الجنة. نقول: نعم الجنة، والجنة عنوان لرضا الله تبارك وتعالى، بل ربنا تبارك وتعالى ذكر بعد الجنة قال: ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله تبارك وتعالى أعظم من دخول الجنة. فينبغي أن تكون الغاية عندك أن يرضى عنك ربك في سعيك، في ذهابك، في عبادتك، في طاعتك، في طلبك للعلم، في طلبك للمعايش، في وظيفتك، في تربيتك لأولادك، في اختيارك لزوجتك، في اختيارك الزوجة التي تريد أن تزوجها لابنك، في اختيارك الزوج الذي تريد أن يتزوج من ابنتك أو ممن لك ولاية عليه. لا بد أن تسعى إلى رضوان الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن تسعى، هذه غاية. فالذي آمن يقول للناس: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، مستقر بقى، يعني غاية ما بعدها مطلب. حتى إن الله تبارك وتعالى يقول أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا؟ يقول: يا رب كيف، ماذا نريد بعد هذا؟ فيقول لهم: أن يحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا، فلا أغضب عليكم أبدا. ثم يكشف ربنا تبارك وتعالى عن وجهه الكريم، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإني لأعجب والله الذي لا إله إلا هو على هؤلاء الذين يتناحرون من أجل الكراسي ومن أجل الدنيا ويحشدون الناس للإفساد في الأرض، ولكن والله الذي لا إله إلا هو إننا لفي حزن شديد مما وصلت إليه بلدنا. لا شك أننا نؤمن ونوقن بأن كل ذلك إنما هو بتدبير الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره، وإنما له أسبابه. فنوجه من هذا المنبر رسالة إلى ولي أمرنا ورئيس الدولة، وأقول له:
يا دكتور مرسي، حينما اخترناك لتحكم فينا شرع الله، والعلماء حينما طلبوا منا أن نكون داعين الناس لاختيارك، إنما جلسوا معك ونصحوك في الله قبل أن ترشح نفسك بأن تكون يدا على كل متكبر وعلى كل ظالم وعلى كل مفسد، وأن تكون سلما لكل تقي ولكل فقير ولكل ضعيف، وأن تقيم فينا شرع الله تبارك وتعالى. هذا التهاون الذي بدأ من سيادتك أدى إلى جرأة الناس عليك، ثم بعد ذلك تجرأوا على شرع الله، وتجرأوا على المنتسبين لهذا الدين. والله كنا في العهد البائد لا يجرؤ إنسان أن يسب دين الله في حضرة إنسان ملتزم أو ملتحي. الآن يتعمد المفسدون استفزاز الملتزمين ويسبون الدين أمامهم ويسبونك أمامنا استفزازا لنا، وتجرأوا علينا وما كان لهم ذلك، ونحن نصبر ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى لا خوفا من أحد، وإنما نحب الله تبارك وتعالى ونحب ديننا ونحب حتى هؤلاء الذين تنكبوا الصراط وهم أتباع لكل ناعق ولكل شيطان من شياطين الإنس والجن. نحب لهم الإيمان ونحب لهم الخير ونحب لهم التوبة، من أجل ذلك نصبر عليهم ونخشى حرمة الدماء. والله الذي لا إله إلا هو، إننا لنعلم أن زوال الدنيا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، من قتل امرئ مسلم بغير حق. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كنا نود وناشدناك طويلا وكثيرا في حديثنا في هذا المنبر وعلى المنابر الأخرى وفي دروسنا، وأرسلنا إليك المراسيل بأن تضرب بيد من حديد على كل مفسد، على كل إعلامي شيطان يريد الخراب لهذا البلد. فتوانيت وتوانيت إلى أن نجحوا في حملتهم الإعلامية ضد كل من يلتزم بهذا الدين، وجرأوا الناس علينا بحجة المظاهرات السلمية. هل ما يحدث الآن في ميادين مصر وما يحدث الآن في بعض محافظات مصر من قتل وسلب ونهب، هل هذه ثورة؟ هل هؤلاء ثوار؟ هل البلاك بلوك ثوار؟ يعطلون الترميات ويعطلون المترو ويعطلون المواصلات ومصالح الناس، هذا إفساد في الأرض. ينبغي أن يكون لك موقف من كل هؤلاء، وإلا فاخرج للناس وقل: إن الأمانة ثقيلة علي ولا أستطيع أن أكمل، واتركها لمن يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة. أيها الرئيس، أنت موقوف بين يدي الله عز وجل، وسيسألك عن كل صغير وكبير من رعيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابحث عن الكفاءات وضعهم في أماكنهم، ليس شرطا أن يكونوا من الإخوان ولا من حزب الحرية والعدالة ولا حتى من السلفيين، إنما ينبغي أن نبحث عمن
يقوم بخدمة هذا الشعب، أن يكون كفؤا، أن يكون أمينا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، أن يكون على دين، لا ينبغي أبدا أن يكون له فصيل معين فنقربه من أجل فصيله. لا بد أن نجعل رضا الله تبارك وتعالى فوق كل ما نريد، ثم بعد ذلك ينبغي أن نجعل مصلحة هذا البلد الذي ستسأل عنه فوق أي اعتبار. يبقى الاعتبار الأول أن نرضي ربنا جل وعلا وأن نطيعه، والاعتبار الثاني أن نرى مصلحة الناس. هذا الشعب المطحون ينبغي أن نحقق له العدالة، رغيف الخبز، نحقق له المبادئ التي ثار من أجلها وفرحنا حينما قامت هذه الثورة التي تكلم عنها قادة العالم في سلميتها. ويعني 18 يوما كانت نموذجا ما قامت به ثورة، بل قال الرئيس الأمريكي تدرس ما قام به شباب مصر يدرس، ثم ماذا الذي نراه الآن؟ فأيضا يعني ينبغي أن تنظر بعين ثاقبة إلى محافظات مصر، خاصة هذه المحافظات التي على القناة. محافظة بورسعيد أنت تعلم تاريخها جيدا، وشعب بورسعيد تعلم ماذا فعل أمام العدوان الثلاثي، وكيف قهر هؤلاء الدول الثلاثة أو هذه الدول الثلاث، وكيف رفع رأس مصر عالية في سنة 56، ثم بعد ذلك طحن في سنة 67 من نكسة، وهجرنا ووجدنا المرارة في سنوات الهجرة، وكانت الأسر يعني أكثر من 5 أسر كانوا يسكنون في فصل مدرسة تفصل بينهم يعني لوح من الأبلكاش أو ربما ملايات، ويسمع أسرار البيوت. فالمعاناة هذه كان ينبغي أن تضعها في حسبان هذا الشعب، وينبغي أن تنظر له لمصالحه، وأن حتى يعني المواساة منك لهؤلاء الذين قتلوا في الأحداث الأخيرة ونعيهم، ما وجدناه، إنما وجدنا قرارات بحظر تجول بكذا بكذا، حال الطوارئ. لا بد أن تدرس القرارات قبل أن تخرج للناس. يعني لا أدري من حولك سامحهم الله، أنا أشم فيهم يعني عدم الصدق أو عدم الأمانة. ما دمت يعني تكرر من سيادتك أكثر من مرة قرار وترجع فيه، قرار وترجع فيه، يعني ما هذا؟ أنا أرى هذا من التخبط. لابد أن تقرب منك من عندهم أمانة، من عندهم تقوى، من عندهم خوف من الله. عندك من أهل العلم ومن أهل الفضل كثير، استشرهم قبل أن تخرج على الناس بقرار ثم بعد ذلك تتراجع عنه. نريد يا سيادة الرئيس يعني منك أن تقف مع نفسك وقفة صادقة لتخرج على الناس. هل تستطيع أن تكمل مع هذا الشعب أم لا؟ وإن وجدت في نفسك عدم القدرة فإياك إياك أن تكابر وأن تغالط نفسك، فاخرج على الناس وقل لهم أنا لا أستطيع، لأن هذه أمانة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وأحملك وأذكرك بقول عمر لتعرف مدى ما تحمله فوق عنقك، قال عمر قولته الشهيرة رضي الله عنه: لو أن بغلة بهيمة، لو أن بغلة عثرت عترت يعني وهي ماشية عثرت في العراق لخفت أن يسأل عنها عمر، لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر؟
تفضل تفضل أخي سؤال تفضل. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ منى، عامل ايه؟ كل عام وانت بخير. الحمد لله أخي بارك الله فيك، تفضل سؤالك. معك أي نعم. ربنا يبارك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك، يعني ما شاء الله الطرح اللي حضرتك يعني بتوجهه للست الريس ده اللي احنا كنا بنسمعه من حضرتك يعني، وربنا يبارك فيك. يعني ارجو من حضرتك انك توجه الامه بالالتزام ان شاء الله ان شاء الله خان، ان شاء الله باذن الله. اذا نذكرك، نذكر سيادتك، نذكر سيادتك بما قاله عمر الفاروق: لو أن بغلة عثرت في العراق لخفت أن يسأل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق وأنت من حولك دماء تراق وأنفس تزهق وأناس يصابون، كل ذلك ستسأل عنه يا سيادة الرئيس. وإلى الشعب المناضل وإلى أهل المدينة الباسلة بورسعيد أوجه رسالة وأقول لهم: أولا استعينوا بالله واصبروا، وهذه كلمة قالها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال له قومه: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فأمرهم بالاستعانة بالله تبارك وتعالى بالصبر، وقال لهم: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والله تبارك وتعالى أمرنا معاشر المسلمين بأن نصبر وأن نستعين بالله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لا شك أن ما عند الله من الخيرات لا ينبغي أن نطلبه إلا بطاعة الله عز وجل. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا ما عند الله لا يطلب إلا بطاعة الله عز وجل، لا يطلب بإيذاء الناس وبقتل الأبرياء، لا يطلب أبدا بتعطيل مصالح الناس. هل يرضي الرب جل وعلا أننا نعطل مصالح الناس؟ رجل يخرج لطلب القوت لأولاده، سائق تاكسي أو سائق ميكروباص، يقف له المفسدون ويكسرون له الميكروباص اللي هو وسيلة أكل العيش أو التاكسي ويرجعونه إلى بيته، هل يرضي الرب جل وعلا أن تهاجم المحلات التجارية الملكية الخاصة وتكسر وتسرق وتنهب؟ هل هذا إصلاح؟ أهكذا يطلب الإنسان حقه؟ وهكذا يطلب الإنسان أن يرضى عنه ربه جل وعلا وأن ينزل عليه من بركات السماء؟ تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك شوفنا ويجزيكم خير. وياكم ان شاء الله. دلوقتي شوفنا من صراحه سؤال: دلوقتي الاسكندريين ليه ما بيزوروش ليه للناس ويقعوا في الشوارع والحاجات دي كلها في المظاهرات والحاجات دي كلها؟ يعني احنا يوم الجنازه، يوم الجنازه لما كانت في بورسعيد الشباب لما كانوا يعني سبحان الله اللهم صل عليهم، شوف عن البرتغال اللي هم اللي بيهتفوا فاهمني ويشتينا والكلام ده كله، لا واحد من سبحان الله ما يفهمش الحاجات دي، ناس واحد يدفن فاهمني، نسمع الفاظ وحشه ونسمع الفاظ ما تتقالش فاهمني، ويجي عليها البلطجيه يضربوا في الناس الشرطه الناس الثانيين اللي كانوا واقفين عند القوات المسلحه فاهمني، دي حاجات والله العظيم شهاده، ده كل واحد ما ينفعش يجيب شهادته من غير الله فاهمني، قدام الناس يحكم بنيرد الله فاهمني، عشان يبرر الناس
اللي احنا كنا سبحان الله اهل الشهاده دول، اهل الشهاده عايزين يعرفوا ان الدعوه كان بيجي منين. انا كنت بشوف ناس قسما بالله العظيم بيعملوا قدامي من فوق قسما بالله في الكشك الجامع اللي جنب المعسكر، كان في ناس ماسكين قوي وممثلين وشهم عيال دكتورين يعرفوا بالاسم، كان في ناس قسما بالله العظيم وشهاده ربنا يحاسبني عليها سمعتها من واحد، ان في واحد لابس لبس عسكري ومعاه قنبله والشاب ده بتاع مخدرات. نعم. مش كمان قسما بالله العظيم انا شفت بلطجيه يعني فوق ما تتخيل، فاهمني في وسط المظاهرات هم اللي بيدفوا، ليه الاستاذين ما بيطلعوش ويقفوا مع الناس ديت؟ وليه ما هذيش الشهداء اهل الشهداء؟ ليه انتوا بعدتوا عن الناس دي كلها؟ الناس كلها ديت اهل الشهداء كانوا محتاجين كنتم، كان محتاج الشيخ مين يعني الشيخ فلان، كان كل الناس تطلع تبرز نفسهم مش البلطجيه اللي كلموهم وشيطانهم وخلوهم الشيطان يزيدوا عليهم وعليهم اكتر، كان المفروض يطلع يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة الله ولا لا رجعون، مش ناس كده تطلع في وسطينا وتضرب الناس يا عيني والكلام ده كله. انا شفت والله العظيم بقول لك قسما بالله يا شيخ بلال البلطجيه والله العظيم حاجز عليه في العساكر بتوع القوات المسلحه وغير اللي سمعته معاهم مهاريت والكلام ده كله ضرب عليهم، فهم ردوا فاهمني يعني هم ضربوا وردوا. انا ما بتكلمش عشان الشرطه ومش الشرطه وكده، كل واحد في وسطنا بيقول يا جماعه بلطجي في اكثر من 20 30 عمل في وشه وجسمه، بيقول يلا نطلع على السجن نولعه ويلا نطلع على اسم العرب، فاهمني؟ الناس قالوا لا، في ناس اخوه قالوا لا مش هنطلع احنا، فاهمني؟ بس هم ما كانوا في دماغهم لازم يطلعوا، اللي بيطلع على الاسلام وعلى السجون دول ناس منطقيه عشان عايزين يطلعوا ناس من السجون، دي طار ما بينهم وما بين الشرطه مكان الشرطه بتعذبهم، فاهمني؟ بس احنا لما احنا امن الدوله والبهيمنا في امن الدوله عمرنا ما فكرنا ان احنا نجد عسكري او شرطه او نعمل اي حاجه في امن الدوله عشان نحتسب اجر عند ربنا. جزاك الله خير. لان الدوله ما يحتسبوش الاجر عند ربنا. جزاك الله خير يا اخي، ربنا يبارك فيك. اذا كما استمعتم لاحد الشهود، شهود عيان، انه راى المفسدين والمجرمين هم الذين يقومون بالهجوم على المنشآت التي يملكها الشعب. والله الذي لا إله إلا هو، لقد عانينا الكثير والكثير من العهد البائد، ومنذ سنة 77 أو 76 ميلادية ونحن في وجه الظلم نقف ونحارب الباطل، وسجننا مرارا وجلدنا مرارا وما انحنينا إلا لله تبارك وتعالى. ومع ذلك حينما أتيحت فرصة لبعض الإخوة وأرادوا أن يحرقوا مبنى أمن الدولة، وقفت لهم ووقف معي إخوة كرام بالمرصاد وقلنا لهم إن هذا المبنى يملكه الشعب، وإذا حرقناه الآن وإذا نهب فتكلفة تجديده سيكون من قوت هذا الشعب. فهل هؤلاء الذين يعتدون على المنشآت وكانوا يطلبون منا، وأنا أرد على الأخ، لماذا لم نظهر في المشهد الأخير؟ لأن طلب منا صراحة أن نقتحم معهم السجون والأقسام وما شابه ذلك، وقلنا لا، نحن دعاة إلى الله تبارك وتعالى لا نسلك هذا المسلك وهذه فتنة. وقلت لهم بالنص، أحدهم اتصل بي وكان ممن هو مدفوع من الفلول ومعروف المؤامرة في بورسعيد ومن يحركهم في بورسعيد للأسف، فقلت له يا أخي يعني لماذا ننزل معكم؟ أنتم الآن يعني حكم على 21 بالإعدام، وبالمناسبة فيهم واحد من ألترس الأهلي، والآن هؤلاء الذين حكم عليهم بالإعدام أخاطبه أنا في التليفون الآن، هم أحياء أم ماتوا؟ قال لي حيين. قلت له يا ابن عايشين ولا ماتوا؟ قال لي عايشين. قلت طيب، في لسه عندنا تصديق المفتي، في لسه عندنا نقض، وربما يأخذوا براءة، وربما يأخذوا أحكام مخففة. أنتم بالفعل تسببتم في موت كم؟ في قتل كم؟ لا أقول أنتم قتلتم، إنما أقول تسببتم بسبب مظاهراتكم أمام السجون وأمام الأقسام وأمام تسببتم في قتل كم؟ كان أيامها لسه 30، الآن وصلوا إلى 40، يبقى المحكوم عليهم بالإعدام الآن أحياء يرزقون وبيأكلوا وبيشربوا، واللي انكوى قلوبهم أهالي ناس براء قتلوا بسبب هذه المظاهرات، هي فتنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم
حتى لا تعتب علينا بأن الفتن التي تشبه هذه بأن جلوسك في البيت أفضل. قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وللعلم أكثر الشباب النقي الطاهر الذي قتل في بورسعيد كان شباب ماشي في الشارع رايح يتفرج رايح يتدرب في النادي بتاعه. اثنين من الرياضيين كانوا رايحين يتدربوا قريب من الأحداث قتل، واللي راح يجيب عيش لأهله. إذن أبرياء. فإذن نقول لأهلينا ولأحبابنا في بورسعيد يعني عليكم بضبط النفس وعليكم بالوقوف في وجه الباطل. إياكم 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 أن تكونوا إمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي أن يكون أحدكم إمعة، لا تكن إمعة، إن أحسن الناس تحسن وإن أساء الناس تسيء، إنما وطنوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس فلا تسيئوا. إذن لابد من وقفة مع الحق ولابد من وقفة ضد الباطل. هل ما يفعله الآن الناس من عصيان مدني وهؤلاء الذين يتعرضون، نعم أنتم إذا كانت لكم حقوق فتطلب بالطرق الشرعية، منكم من ينتسب إلى أحزاب، منكم من ينتسب إلى كذا، منكم من ينتسب إلى كذا، إذن تطلب بالطرق الشرعية بالمظاهرات السلمية. أما قطع الطرق هذا إفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. والله تبارك وتعالى قال في كتابه، وهنا نوجه أيضا لوما جديدا على إلى رئيس الجمهورية، لأنك لو طبقت شرع الله حتى هذا الحد فقط والله لدخل المفسدون إلى الجحور، سواء كان المفسدون من البلطغية والإجراميين أو سواء كان المفسدون من الإعلاميين. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا جزاؤهم، هذا كلام رب العالمين جل وعلا، هذا النص وارد من أرحم الراحمين جل وعلا، هو الذي يعلم ما يصلح العباد، شرعه هو الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لماذا نؤخر هذا الحد؟ والله لو أن هذا الحد صيغت به القوانين وعمل به لترون إن شاء الله سترون خيرا كثيرا، وسترون هؤلاء يدخلون الجحور، وإننا لنراهم بالفعل حينما ينزل الجيش بقوته ومدرعاته لا نرى لهم أثرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بلدنا وأن يهدي كل ضال وكل من يسير حسب هواه، وأن يجعل في قلوبنا اليقين بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من كل من يريد بمصر وأهلها سوءا، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يوفق كل من يريد بمصر وأهلها خيرا يوفقه لما أراد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنا لقاء آخر مع مؤمني آل فرعون إن شاء الله تبارك وتعالى، غير أن الوقت ربما يتقدم قليلا، سنخبركم بالوقت إن شاء الله تبارك وتعالى على شاشة قناة نور الحكمة بالوقت الجديد إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انقطع الوحي تألم خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ظن بأن الله قلا، لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا، لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا، طمأنه بالنور الساطع والذكر الميمون الرايا.